عملنا كمان على التليفون دكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة. مساء الخير يا دكتور مجدي. مساء الخير يا استاذه لبنى، اهلا بيك وسادة اهلا وسهلا المشاهدين. بحضرتك، اهلا بيك. يعني نصايحك يا دكتور، خاصة النهاردة الوضع صعب بالنسبة يعني بالنسبة للجميع عامة، يعني كلنا حاسين بالخنقة بالاضطراب، لكن الفئات اللي هي تكون يعني اكثر حرصا او حذرا مع سوء الاحوال الجوية اللي بنتكلم عنه. والفئات طبعا اللي هم مرضى الحساسية الصدرية ومرضى الحساسية بشكل عام، والمسنين والاطفال والحوامل واللي بيدخنوا وناقص المناعه، دول كلهم ممكن يتعرضوا للمشاكل، كلنا هنتعرض، ممكن نتعرض للاتربه دي تعمل لنا تهيج في الاغشيه المخاطيه، وبالتالي نبعد عن الاتربه بشكل عام، ليه ما بنخرجش في الايام دي؟ او واحد اثنين، احنا لو خرجنا نحتاط ان احنا نلبس نظاره كبيره تغطي وجهنا والكمامه جديده ونغيرها كل 4 ساعات، وان احنا كمان لازم يبقى عندنا الجوانتيات ونعرف ان احنا طب معلش يا دكتور مكان. مجدي، انا اسف على مقاطعتك، بس في موضوع الكمامه بالذات البعض قال لك الكمامه هنا بتنفع بقى اللي هو عشان التراب، بس حضرتك بتقول لي لا، هي كده كمان لازم تتغير كل شويه، كل 3 4 ساعات دي. ليه بقى؟ يا ريت حضرتك توضح. كل 4 ساعات الناس انا بلاقي وانا ماشي في الشارع احيانا بقابل الناس الكمامه متسخه جدا، الكمامه مهترئه، الكمامه مبلوله، الكمامه مش نظيفه، يبقى الكمامه لازم نعتبر انها هتبقى مفيده 4 ساعات بس، بعد كده بتتقطع، بعد كده بتتلوث، بعد كده في ميكروبات، يبقى لازم يبقى عندنا العاده ان احنا تهيئ الكمامه لا، العاديه وكده مع الجو اللي احنا فيه الطبيه اتغطى التراب، طبعا. يعني اتمال التراب. وحتى لو هناخد كمامه قماش يبقى لازم على معايا 3 برضه، وهغيره بنفس الشيء، مش هستخدمها لما تكون معقمه ومغليه. المهم كمان ان احنا لازم نشرب الميه بوفره، وما ندخل في اي مكان لازم نغسل الانف والعين والوش بشكل عام، دي الاماكن اللي بيدخل منها الاتربه، ولازم كمان يبقى اضوافي قصيره، ولازم كمان ان انا اهتم ان انا اخلي بالي من الاتربه اللي قدامي، يبقى قبل ما اشتغل هعقم وهمسح، مش هكنس بقى، همسح الاسطح، الترابيزه والمكتب والكمبيوتر وكل حاجه مثلا فيها اتربه، وعده مرات، وما اروح البيت اخلي بالي ان في اتربه ناعمه على ملابسي ممكن ادخلها البيت، ودي مش معقمه، التراب بيبقى فيه ميكروبات، بيبقى فيه سموم، البكتيريا اللي بتعمل حساسيه حسب الفراش بيزودها، بيبقى فيه ملوثات الشوارع، بيبقى فيه مخلفات القطط والكلاب والحيوانات الموجوده في الشوارع، وبيبقى فيه ايضا حبوب اللقاح اللي بتنتشر دلوقتي والربيع جاي خلاص هتعمل لي حساسيه، وفي فطريات، والفطريات ممكن تعمل لي باقه من الحساسيات، ممكن توصل حوالي 80 نوع من الحساسيات الفطريه، سواء في الجيوب الانفيه، سواء في الصدر، سواء في العين، سواء في الجلد، او تخليني عصبي، او تخلي الاداء بشكل عام يقل نتيجه تاثيرها على الموصلات العصبيه. وبرضه لازم اكد على ان احنا لازم نشرب ميه بوفره، ولازم كمان ان احنا نتجنب الاحتكاك، لان احنا قلنا الاتربه فيها ميكروبات، وبرضه اما اقرب الناس قوي وانسى كلمه تباعد جسدي وتباعد اجتماعي هدخل في مشاكل. لازم كمان ان انا احكم غلق النوافذ والابواب، وعلى مرضى الحساسيه ان هم ياخدوا الادويه بتاعتهم عشان ابعد عن الازمات وتجنب التدخين. طبعا التدخين ليه مشاكل كثيره جدا في الوقت ده، اللي بيدخن في الوقت ده يبقى في اماكن مغلقه، فبيزود مشاكل التدخين له واللي حواليه، والتدخين السلبي 4 اضعاف التدخين الايجابي. 1 2 ان التدخين الناس اللي بتدخن او تعرض تدخين سلبي دول بيبقوا مش قادرين يتخلصوا من مشاكل الاتربه اللي جواهم سواء مهيجه او حساسيه. يبقى اللي هيدخن دلوقتي هيضر الناس وهيضر اللي حواليه، وكمان برضو نتجنب الاتربه في السيارات كمان، خلي بالنا يبقى ننظفها، ونتجنب العطور والبخور واي معطرات الجو في الفتره دي كلها. لازم كمان ناكد على دور فيتامين سي، ده فيتامين مهم جدا، وجدوا فعلا ان المناطق اللي فيها عواصف ترابيه ورمال واتربه في العالم كله بتقل معدلات دخول المرضى المستشفيات اما يكونوا بياخدوا فيتامين سي بصوره طبيعيه. عندك الجوافه والبروكلي والكيوي والفراوله والبقدونس والبرتقال والليمون، ما شاء الله موجودين في مصر دلوقتي، فمش هننساهم يوميا. خلي بالنا ان اللي بيدخن اللي عنده فيتامين سي، لان فيتامين سي بيقل مع المدخنين وبيقل مع الغليان والتسليك والتجميد، وفيتامين سي مهم جدا للكولاجين، والكولاجين بس مهم عشان الجمال، ده كمان مهم لتماسك الانسجه منها الرئتين والجهاز التنفسي. طيب من شويه وهربط كلام حضرتك بالتراب واللي بيدخن والكلام ده، قلت لي نبعد عن البخور واشياء تانية. البعض يقول لك مع الجو ده ولو التراب دخل البيت على طول، يا اما معطر جو يا اما البخور، الكلام ده كله ده يصلح ولا بيعقد؟ يعني حتى معطر الجو، لا لا، معطر الجو هو ريحته تبقى لو انا مش قادر اشم ريحه التراب في البيت. لا لا لا، حضرتك مش قادر تمسك ماما حتى داخل البيت. لكن المعطر لا. لا المعطر لا، بس خلي بال حضرتك كمان ان في مشكلتين دلوقتي. في مشكله اسمها الطقطق، واحنا امشير ده بيسموه ابو الزعابيد، يعني ده بيخليني عندي باقه من الاتربه
ولا تبقى احنا قلنا مش لطيفه ومهيجه. الحاجه الثانيه ان احنا دلوقتي هيبقى عندنا الحراره في مصر، ماء الحراره نهارا في القاهره، بالليل هيبقى في بعض المناطق شديد البروده، في حار على شمال الصعيد، يبقى تقلبات الجو دي في الاسبوع ده او في الايام دي كلها هتخلي في مرضى القلب ومرضى الجهاز التنفسي بشكل عام هيتعرضوا للازمات. لازم كلنا نعرف ان المشاكل كلها هتجيني عن طريق دخولها داخل انفي. طب الحل؟ ما انت غطي الانف ونظف الانف كل ساعه، كل شويه غرغر كمان، غرغر الغرغره دلوقتي مشاكل في الحل. احنا لو غرغرنا كويس وغسلنا الانف كويس وغسلنا العين كويس هيحصل لي مشاكل مع الاتراب ليه؟ ربنا يحمي الجميع ويسلم ويعدي الموجه دي على خير. دكتور مجدي بدران، استاذ او استشاري الحساسيه والمناعه، شكرا جزيلا لحضرتك.